فقرتنا التالية سالكة وآمنة، مستمرين معكم ومننتقل لغرفة التحكم المروري مع المعاون أول سعيد الحاج. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. أنت كمان تفضل. وبالنسبة لأحوال الطرق الصباحية، عندنا حركة كثيفة على استراد الناعمة باتجاه خلبيك، وكثيفة باتجاه في المطار. بتكمل كمان أيضا عندنا ناشطة حتى وصل نفق سريع الإسلام، وكثيفة من نفق سريع الإسلام باتجاه الوسط. كذلك من تقاطع خلبي باتجاه شويتين طريق شامون عرمون وحركة ناشطة إلى كثيفة، وأيضا من خلبي باتجاه الوزيع عم تكون حركة ناشطة بالأثناء. المدخل الشرقي عم تكون عندنا حركة كثيفة من قوارية نزولا باتجاه السيال، بتكمل ناشطة باتجاه الكارنتينا. المدخل الشمالي عم تكون عندنا حركة ناشطة على أستاذ جوني باتجاه نفق نهر الكلب، وكثيفة من أنطلياس باتجاه نهر الموت وصولا حتى دورة الكارنتينا. ضمن مدينة بيروت ما زالت حركة السير ناشطة بهالأثناء. هذا بالنسبة لأحوال الطرق. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، كانوا 10 حوادث للأسف نتج عنهم 18 جريح. كذلك بالنسبة لمخالفات سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضية، كانوا 469 مخالفة سرعة زائدة. إجمالا هيدا كل شيء حتى الساعة. يعطيك العافية المعاون أول بقوى الأمن الداخلي سعيد الحاج من غرفة التحكم المروري ولكن العاملين في هذه الغرفة. الحمد لله ما كان في ضحايا سير امبارح، نشكر الله. بثروا 70 جريح خلال هذا الشهر، بعدنا بتاسع يوم و 57 حادث هودي المسجلين يلي فيهم جرحى بيكون أو فيهم أضرار كبيرة.